إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنعمتم مساء. قبل ما نبدأ الدرس ديال اليوم غادي نعطيكم بعض النصائح. إذا هذه الجملة أنتم اللي كتشوفوا قدامكم، غادي نحاول نخرج منها جملتين، إذا غادي سيصبحون ثلاث جمل. ثلاث جمل، ردوا معايا بالكم، ثلاثة ديال الجمل. إذا إذا كان الدرس فيه 25 جملة مكتوبة كتبان لكم، فيعني الدرس بحال غادي تصنت نتايا 75 جملة. 75 جملة يعني رصيد ورصيد كبير، غادي يخليك مثلا تعلم الطليانية مزيان. لكن إخواني أخواتي، رددوا معي هذه الجمل، رددوا معي هذه الجمل. مابقاش بنادم إناكتيف غير كيتصنت، ها غير كيتصنت، راه بحال كتكب الماء على الرمله ولا تستوعب شي حاجه اللي هي قليله، تي باش ما تكونش عندك واحد الكومبلكس مثلا ملي تدخل لبرا ما تلقاش تلقى صعوبه باش تهضر مع الناس. انت راك عارف الحاجه وما ما عندكش الصعوبه، لان ما كتنطقش بها، ما كتعاودهاش. حاولوا تنطقوا يوميا، عاود داكشي نطق به، كي لا تترددون. ماشي قلت لك باش تغوت اسمو، حاول تسمع داكشي اللي كيقول يكون مسموع، بحال كتهضر مع شي واحد. يعني في الوقت فاش تخرج مثلا للزنقه وغتهضر مع الناس، غتكون انت ديجا عاودتي مثلا ديك الجمله، شتيها عاودتيها، غتكون فاصل باش تعاود تهضر معاهم. اذا اخواني اخواتي، حاجه اخرى عاوتاني، انك ملي تسالي مثلا من هاد الفيديوهات اللي كندير انا، استفدتي منهم، ساليتي، ماشي تمشي تحل مثلا اليوتيوب وتشوف شي تخربيق ولا شي حاجه، هادي دارت هادي ما دارت، هادي داتا هادي تزوجات هادي تلقات، داكشي غير تخربيق. حاول تحل اليوتيوب ولكن تشوف برامج باللغه الايطاليه، باللغه الايطاليه اي حاجه، دوكومونتير ولا استطلاعات ولكن باللغه الايطاليه. شوف في التلفزيون، شوف افلام باللغه الايطاليه، حبذا ان تشوفوا داك لي سوتيتغ في التحت. كنتي في الكوزينه حلي راديو تصنتي الخطبه واسمو بالايطاليه. هو بنادم الا بغى يتعلم، تي الا بغى يتعلم بنادم خصو يكون ضابط المسائل ديالو، ضابط المسائل ديالو، كيكون عنده واحد البرنامج اللي هو مضبوط ومتبعو يوميا، ماشي يدير هكذا وينساه. اذا اخواني اخواتي، فلنبدا على بركه الله. لا بريما فرازي، الجمله الاولى، مي ديكا كواندو ديفو شندري، مي ديكا كواندو ديفو شندري، مي ديكا كواندو ديفو شندري، يعني قل لي متى يجب ان انزل، قداش خصني ننزل. انت دابا مثلا في الطوبيس، انت في الحافلة، انت في الحافلة، كتسول شي واحد كتقول له ميديكا كواندو ديفو شندري. ميديكا هي قول لي ولا قول لي. ميديكا كواندو هي متى، يعني قداش. ديفو يجب، يعني خاصني. ماذا؟ شندري هي انزل، يعني نزل. مي ديكا كواندو ديفو شندري. قدر يقول لك داك السيد اللي سولتيه، شندي على تيرسا فيرماتا، شندي على تيرسا فيرماتا، شندي على تيرسا فيرماتا. شندي يعني نزل. اوكي، alla terza يعني ثالثة، الثالثة. ماذا؟ fermata هو لاري ديال الطوبيس، فين كيوقف الطوبيس، محطة الحافلة. أو يمكن أن يقال كذلك، chiedi all'autista، chiedi هي سقسي، سول، اسأل من لوتيستا. لوتيستا هو الشيفور، هو سائق الحافلة،
سائق الحافلة. إذن الجواب الأول غادي يكون شندي على تيرسا فيرماتا. شندي يعني نزل، على تيرسا يعني تالتة. شنو هي التالتة؟ محطة. ولا يكون الجواب كيادي على لوتيستا. كيادي على لوتيستا يعني سول شيفور، اسأل السائق، اسأل السائق. تي سي لافاتو، تي سي لافاتو، تي سي لافاتو يعني هل غسلت، هل غسلت او هل غسلتي، غسلتي. في هذه الحالة غادي نقولوا تي سي لافاتا، تي سي لافاتا يعني واش غسلتي انت، اللي كنديروا ا لافاتا مؤنث لافاتا، مذكر لافاتو. تي سي، تي سي بحال قلت لك هل، هل لافاتو غسلت، تي سي لافاتو. الورا هنايا يمكن الجواب يكون سي اونورا فا، سي اونورا فا، سي اونورا فا. سي هي نعم، اونورا ساعة، اونورا هي ساعة. فا ملي كدير تتقول فا يعني راني غسلت هادي ساعة، هادي ساعة، غسلت، غسلت منذ ساعة، غسلت منذ ساعة. الدارجة ديالنا غسلت، غسلت هادي ساعة. اونورا فا، ولا ميتزورا فا نصف ساعة. ولا يقدر يكون الجواب بالنفي، لا نيغاسيوني، نون انكورا، نون انكورا، نون انكورا. نون انكورا هي نو، مازال، مازال، لازلت لم اغسل، لازلت لم اغسل يعني مازال، نون انكورا. اذا الجواب الاول غادي يكون سي اونورا فا، سي اونورا فا يعني نعم ساعة، هذه ساعة باش غسلت، هذه ساعة. ولا يكون نفي نون انكورا، نون انكورا. اذا اخواني اخواتي بحال دابا هذه الكلمة ديال نون انكورا يقدر ديرها بزاف ديال الاستعمالات. واش درتي الشغل نون انكورا، واش شريتي هذه نون انكورا، تستعملها بزاف ديال الاستعمالات. كي عاودوا، رددوا، رددوا اي كلمه، اي جمله سمعتوها الا ورددوها، رددوا الجمل من فضلكم باش تستوعبوا هادشي اللي كنديروا. avete dormito bene، avete dormito bene، avete dormito bene. إذن هنا هل نمت جيدا، هل نمت جيدا يعني واش نعستي مزيان. avete، ولا نقول لك مثلا I dormito، I dormito اللي كنهضر مع واحد، اللي كنهضر مع واحد نتايا. تو I dormito bene، تا هل نمت جيدا. I dormito هي هل نمت، bene يعني جيدا مزيان. كي avete dormito bene كنقدروا نقولوا حتى لواحد، انسان واحد. كنقولوا شي انسان مثلا اللي كنحترموه كنقولوا ليه avete dormito bene. واخا هي كتعني الجمع يعني voi هي الجمع، ولكن في هذه الحاله ملي كنهضروا مع شي واحد اللي هو كبر منا ولا ما عمرنا شفناه وداك الشيء كنقولوا له avete احتراما له. الورا جواب مثلا يقدر يكون non ho dormito bene، non ho dormito bene، non ho dormito bene، non ho dormito يعني لم انام، لم انام. come كيفاش، bene، bene يعني لم انام جيدا، لم انام جيدا. non ho dormito يعني عندنا verbo dormire في الماضي، في الماضي يعني passato prossimo. قدر يكون جواب آخر مثلا ho fatto un brutto sogno، ho fatto un brutto sogno، ho fatto un brutto sogno.
او فاتو يعني درت ماذا ومبروتو، بروتو شي حاجة اللي هي خايبة، شي حاجة اللي ما مزياناش. ومبروتو ماذا؟ سونيو، سونيو هو الحلم، هو الحلم يعني حلمت حلمة خايبة، حلمة ماشي زوينة. او فاتو يعني عندنا الفيربو فاري في الماضي باساتو، او فاتو ومبروتو سونيو. ملي كتبغي تقول لشي واحد راه درت واحد الحلمة خايبة كتقول له او فاتو ومبروتو سونيو، او فاتو ومبروتو سونيو. Hai fatto colazione. Hai fatto colazione. Hai fatto colazione. كان يبيع هل تناولت فطورك؟ هل تناولت فطورك؟ يعني واش فطرتي؟ Hai fatto عندنا الفيربو فاري، فيربو فاري ملي كنقول Hai fatto كنزيد عليها colazione يعني واش خديتي الفطور ديالك؟ واش تناولتي الفطور ديالك؟ لأنك كما قلت لكم الفيربو فاري عنده عدة استعمالات، عنده عدة استعمالات. هنايا اي فاتو كولاسيوني يعني واش فطرتي، هل تناولت فطورك. كولاسيوني هو الفطور، كولاسيوني هو الفطور. برانزو، برانزو هو الغداء، برانزو هو الغداء. تشينا، تشينا هي العشاء، العشاء. الوغ الجواب ديال هذا السؤال غادي يكون مثلا نو او فامي، نو او فامي، نو او فامي. نو او هي ليس عندي، نورمالمنت هي ليس عندي، ولكن ملي كنكون فامي يعني لست جائعا، لست جائعا ما فيش الجوع. نو او فامي، نو او فامي، لست جائعا. او يمكن لينا نقول مثلا لو فارو دوبو، لو فارو دوبو، لو فارو دوبو. هنايا يعني غادي ناخذ الفطور ديالي من بعد، سأتناول الفطور من بعد. هنا دائما عندنا الفيربو فاري، فاري يعني لو فارو هنا مصرفه في المستقبل، في المستقبل يعني الفوتورو سامبليش. لو فارو يعني ماذا غنديرو دابا؟ غنديرو من بعد، من بعد. لو فارو دوبو. اذا نعاود اي فاتو كولاسيوني، اي فاتو كولاسيوني، هل تناولت فطورك؟ تقول لي مثلا نو او فامي، نو او فامي يعني لست جائعا. او ستقول مثلا لو فارو دوبو، لو فارو دوبو يعني سأتناول فطوري من فيما بعد. اي مانجاتو، اي مانجاتو، اي مانجاتو كان يعني بها هل اكلت، هل اكلت. عندنا الفيربو مانجاري، مانجاري اكل بصرف في الماضي، ماضي باساتو بروسيمو. كنقول او مانجاتو اكلت، او مانجاتو تو اي مانجاتو يعني اكلت. ولكن هنا عندنا نقطه استفهام، بونتو دي انتروغاسيوني، اذا هذا سؤال. كتقول اي مانجاتو يعني هل اكلت. الجواب يقدر يكون مثلا او جا مانجاتو، او جا مانجاتو، او جا مانجاتو. اللي كدير ديك جا يعني اكلت من قبل، اكلت من قبل، او بالدارجه ديالنا راني ديجا كليت، ديجا كليت، صافي راه كليت، صافي راه كليت. او جا مانجاتو، او جا مانجاتو، راني كليت او جا. كي او الجواب يكون il pasto non è pronto، il pasto non è pronto، il pasto non è pronto يعني الماكلة راه مازال ما موجودة، الأكل غير جاهز، مازال ما موجود. الباستو هي الماكلة، هي الماكلة. ألورا الباستو نوني برونتو، ملي كنقول نوني برونتو يعني غير جاهز، ما موجودش. هاد برونتو كتسمعوها حتى في التليفون مثلا، ملي كتبغي تجاوب على شي واحد كتقول برونتو، برونتو يعني أنا راه موجود.
لا راه موجود هنايا الباستو نوني برونتو، ما موجودش ما موجودش. إذا كان موجود صافي طاب موجود غادي نقول il pasto è pronto. Il pasto è pronto. Allora أعيد، hai mangiato؟ hai mangiato يعني هل أكلت؟ غتقول لي ho già mangiato، ho già mangiato راني ديجا كليت. ولا كتقول لي il pasto non è pronto، il pasto non è pronto يعني الماكلة راه مازال ما موجودة. Prendi questo bicchiere. Prendi questo bicchiere. Prendi questo bicchiere. خد هذا الكأس. خد هذا الكأس يعني خد هذا الكأس هذا. Prendi الفيربو prendere. Prendi هي خد. خد يعني خد. Questo كنا نيوبها هذا. هذا adjettivo dimostrativo أداة أو اسم إشارة. اسم إشارة. بكيري بكيري هو الكأس. الكأس. prendi questo بكيري يعني خذ هذا الكأس. قدر يكون مثلا السؤال الجواب quale بكيري. quale بكيري. quale بكيري. quale كان يعني بها أيو. أيو يعني أش. بكيري يعني كأس. أيو كأس. أيو كأس. quale بكيري. quale بكيري. تابعوا معايا مزيان. يمكن يكون الجواب quello sul tavolo. quello sul tavolo. quello sul tavolo يعني الذي فوق أو الذي هو فوق الطاولة. الذي هو فوق الطاولة يعني هذاك الكاس اللي فوق الطابلة. quello. quello. allora إخواني أخواتي ملي كنقول quello شي حاجة اللي بعيدة منك شوية، بعيدة منك. questo شي حاجة اللي قريبة لك. كنقول questo بكيري راه حدايا قريب ليا. quello راه هو ليه بعيد مني شوية. allora questo قريب، quello بعيد. questa femminile، quella femminile. ok allora quale bicchiere؟ quello sul tavolo. metteci dentro lo zucchero. metteci dentro lo zucchero. metteci dentro lo zucchero يعني دع فيه السكر. دع فيه السكر. نحن نتحدث عن الكأس. الكأس يعني بكيري. كيري مثلا ديال تي ولا ديال الكافي. metteci دع. دع في الكأس. كأس. dentro. dentro كان يعني فيها فيه. فيه او داخلي. داخل. داخل ديال الكاس. دينترو. كي كوزا. كي كوزا. ماذا. ماذا. لو زوكيرو. لو زوكيرو هو السكر. السكر. ملي كتقول لك ميتيتشي دينترو يعني دع فيه. دع فيه. ماذا. لو زوكيرو. allora الجواب الاول يقدر يكون dove si trova. dove si trova. dove si trova. نحن نتكلم الان على السكر يعني اين يوجد السكر. اين يوجد السكر. dove يعني اين. اين فينا هو. si trova. si trova يوجد. يوجد كين. dove si trova فين كين. اين يوجد. هتقول مثلا è in cucina. è in cucina. è in cucina. è يعني هو. in في cucina هي او هو المطبخ. المطبخ هي الكوزينه. è in cucina. è in cucina يعني راه كاين في
كوزينة كاين في المطبخ. دامي لو زوكيرو، دامي لو زوكيرو، دامي لو زوكيرو يعني أعطيني السكر، أعطيني السكر. دامي دامي هي أعطيني أعطيني أعطيني، verbo dare. Che cosa? Lo zucchero. Lo zucchero wa sukkar. Chi quel che واحد اعطيني السكر كاين في الطابله، اعطيني السكر. Dammi dammi lo zucchero. Allora السؤال الاول مثلا quanti cucchiai vuoi، quanti cucchiai vuoi، quanti cucchiai vuoi يعني quanti هي كم، كم شحال. كوكياي كوكياي هي ملعقة، ملعقة كنعني بها المعلقة. هنا في الجمع كوكياي، مفرد ديالها كوكيايو، كوكيايو. ألورا كوانتي يعني كم، كوكياي ملاعق أو كم ملعقة، ملعقة. فوي فوي تريد، تريد بغيتي. كوانتو كوكياي فوي، شحال من معلقة بغيتي. تا غتجاوب غتقول مثلا ميزو كوكيايو، ميزو كوكيايو، ميزو كوكيايو. ميزو هي نصف، نصف يعني النص، نص ديالاش. كوكيايو، كوكيايو هو معلقة واحدة، أنا بغيت غير نص معلقة. ميزو كوكيايو. ألورا دامي لو زوكيرو، دامي لو زوكيرو يا أعطيني السكر. كوانتي كوكياي فوي، كوانتي كوكياي فوي، كم ملعقة تريد. ميزو كوكيايو، ميزو كوكيايو يعني نصف ملعقة. كي أوري سونو adesso، che ore sono adesso، che ore sono adesso، che ore sono adesso. كم الساعة الآن، كم الساعة الآن. دي كي يقول لك كي هي كم، كم كم اللي تدخل عليها أوري، أوري بحال قال لك كم الساعة، كم الساعة. كي أوري sono adesso، sono adesso يعني الآن، الآن هي adesso. ولكن ملي كنعبروا على الساعة كنقولوا sono adesso. كي أوري sono adesso يعني كم الساعة الآن. جواب يمكن يكون مثلا sono le sei in punto، sono le sei in punto، sono le sei in punto. دائما ملي كتبغي تجاوب ولا كتبغي توضع السؤال على الساعة كتقول sono، sono per esempio le tre، sono le tre يعني الساعة الثالثة، sono le due، sono le due الساعة الثانية. هنا عندنا قلنا sono le sei، sono le sei يعني السادسة، السادسة. ملي كنقول in punto، in punto يعني ستة واقفة، حنا كنقولو بالدارجة واقفة، ستة واقفة أو ستة بيل. كي ونعبرو عليها كان بالطليان نقدرو نقولو كذلك sono le diciotto، sono le diciotto. diciotto هي 18، كيعني بهما الساعة 18 يعني ستة ديال العشية. جواب آخر يمكن يكون إلا ما عندك الساعة كتقول non ho l'orologio، non ho l'orologio. non ho هي ما عنديش، ليس عندي. l'orologio هي ساعة. non ho l'orologio، non ho l'orologio. كي ليس عندي او ما عنديش ساعة. beve il tuo latte، beve il tuo latte، beve il tuo latte. اشرب حليبك، اشرب حليبك. كنقول bevo، bevo يعني انا، io bevo il mio latte، il mio latte.
يعني هنا عندنا الفيربو شاربة بيفي يعني أشرب كوندو ديغو بيفو أشربو أشربو ماذا الميو يعني حليب ديالي الميو لاتي يعني الحليب ديالي أنا حليبي التو لاتي يعني حليبك الحليب ديالك أنت allora الجواب قدر يكون مثلا non bevo latte freddo non bevo latte freddo non bevo latte freddo يعني انا لا اشرب الحليب او الحليب باردا انا لا اشرب الحليب باردا non bevo non bevo لا اشرب bevo اشرب non bevo la ashrobo ماذا latte latte الحليب freddo freddo هو بارد 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 وجواب آخر يقدر يكون lo scalderò lo scalderò lo scalderò يعني سأسخنه أو سأقوم بتسخينه verbo scaldare scaldare سخنة كنقول لك مثلا scaldati scaldati سخن راسك سخن راسك تغطى وسخن راسك هنا شنو غادي نسخنو اللاتي لو سكالديرو لو راه هي اللاتي باش ما نعاودوش اللاتي درنا لو اللي هي برونومي يعني دامير دامير يعود الى الحليب لو سكالديرو lo scalderò chiami la tua sorella chiami la tua sorella chiami la tua sorella يعني نادي الأخت ديالك نادي أختك يعني عيط على أختك chiami chiami هي نادي عيط io chiamo chiamo كان عيط ونادي هنايا chiami نادي la tua sorella la tua sorella la tua يعني ديالك هنايا la sorella كنقول la mia sorella la mia sorella الأخت ديالي la tua sorella o il tuo fratello il tuo fratello الأخ ديالك il tuo fratello il mio fratello الأخ ديالي il mio fratello allora الجواب يمكن يكون لك نطرع لا كياما لا توا سوريلا يعني المؤنث لاي اي اكازا لاي اي اكازا لاي اي اكازا يعني واش هي كاينة في الدار لاي يعني هي اي اكازا يعني كاينة في الدار هل هي في المنزل هل هي في المنزل lei è a casa e a casa ni oskina futtar dari con job akhar sta giocando fuori sta giocando fuori sta giocando fuori yani inna talabu kharij al manzil aw bra bra dil dar sta giocando inna تلعب راه كتلعب ومازال كتلعب فوري فوري يعني خارج خارج فوري ماذا فوري بير ايزامبل فوري كازا خارج المنزل ستا جوكاندو فوري كازا فاي اتنسيوني فاي اتنسيوني فاي اتنسيوني يعني كن حذرا كن حذرا انتبه انتبه حذر راسك حذر راسك دير اتونسيون كتقولي مثلا الابن او الابنه ديالك اللي كيكون غادي مثلا يتقدى ولا المدرسه ولا شي حاجه قولي لي مثلا جمله اخرى كواندو اترافيرسي لا سترادا كواندو اترافيرسي لا سترادا كواندو اترافيرسي لا سترادا يعني عندما تعبر الشارع عندما تعبر الشارع كواندو عندما ملي attraversi تعبر تعبر يعني كتقطع ماذا la strada la strada هي الشارع quando attraversi la strada وزيد تقول لك مثلا
La strada è piena di macchine. La strada è piena di macchine. La strada è piena di macchine. E sharia meli bisayarat. Sharia meli bisayarat. La strada hiya asharia. Strada hiya asharia. E hiya yani la strada piena hna meli'a. مليئة مؤنت هذا الادجيتيفو كواليفيكاتيفو مؤنت في منيلي صفة في المؤنت. علاش؟ لأن لا سترادا سوجيتو لا سترادا هي مؤنت. هنا بالعربية عندنا الشارع قلنا مليء، ما قلناش مليئة مليء، لأن الشارع عندنا الشارع مذكر يعني ماسكيلي. إذا النعت او الصفه خصها تكون هي مذكر. الشارع مليء. اعيد. فاي اتنسيوني كواندو اتراversي لا سترادا. كواندو اتراversي لا سترادا بيركي، لان لا سترادا اي بينا دي ماكينه. لا سترادا اي بينا دي ماكينه، يعني الشارع مليء بالسيارات. Fai attenzione. نعني بها كن حذرا، يعني انتبه، احذر راسك. Fai attenzione، كن نعني بها كن حذرا، انتبه، يعني دير اتونسيون. Allora، الجملة الأولى يمكن نقوله quando attraversi la strada. Quando attraversi la strada ne anubia e indema taboro a sceria. Quando io e indema attraversi taboro catta tameda a sceria. Sceria qua io la strada. Utkullik metenen. هنا مثلا الام كتكلم مع الولد ديالها والابن ديالها، مثلا غادي للسوق سوبر ميركاتو ولا غادي للمدرسه، تقول له مثلا لا سترادا اي بينا دي ماكيني. لا سترادا اي بينا دي ماكيني. لا سترادا اي بينا دي ماكيني، يعني الشارع مليء بالسيارات. الشارع مليء بالسيارات. La strada io sceria piena ni melia la strada melia bimeda le macchine huma assayarat. Allora quando attraversi la strada yani endama taboru sceria, la strada è piena di macchine. La strada è piena di macchine, yani sharia mali bsayarat, yani sharia fi automobilat bzaf. Guarda a destra e a sinistra. Guarda a destra e a sinistra. Guarda a destra e a sinistra. Ondor yaminen wa yasaran. Ondor yaminen wa yasaran, yani shuf flimin u shuf ليسر. يعني هنا ملي كتقول مثلا الابن للابن ديالك الابنه ديالك، ملي تبغي تقطع طريق عندما تريد ان تعبر الطريق، شوف او انظر يمينا او يسارا، شوف اليمين وشوف ليسر. غواردا هي انظر شوف انظر. غواردا ا ديسترا هي اليمين ديالك. اي و
sinistra, a sinistra هي اليسار, اليسار الشمال ديالك. Guarda a destra, انظر يمينا. E a sinistra, يسارا. ثم تقولين attraverse quando la luce è rossa. Attraversi quando la luce è rossa. Attraversi quando la luce è rossa. Attraversi gnaya over o qta tashanti over. Attraversi ya over. Meda quando, quando è indema, è indema, yani milli. La luce huwa ya addawa. Addawa diel semaforo. Semaforo ya nqulu hna feruj. La luce huwa addawa. E huwa rossa, rossa ahmar, ahmar. Hna qulna rossa lianna la luce femminile. Maschile diel rossa, rosso, rosso, ahmar, daiman ahmar. Tumma taqul, e stai sempre attento, e stai sempre attento, e stai sempre attento, e stai sempre attento, yani kun daiman hadiran. كن دائما حاضرا يعني حضر راسك دائما. اي فيربو اسري يعني ستاي سامبري, ستاي سامبري بقى دائما, كن دائما, كن دائما. اخواني اخواتي الدرس ديال اليوم انتهى, ماشي انتهى لان هذا الجزء الاول من هذا الفيديو, الجزء الثاني غادي نديرو غدا ان شاء الله. كنشكركم جميعا جميعا على التعليقات ديالكم, وكنشكر الإخوان والأخوات اللي دخلوا عندي في القناة الأخرى ديال اللغة العربية, وألح كذلك الناس المهتمين باللغة العربية والناس اللي بغوا ولادهم يقريوهم اللغة العربية, لأن كاين مشكل هنا في الطليان, مشكل كبير بالنسبة للدري ديالنا. أنا قررت باش ندير هاد القناة هادي, وما تنساوش ما تنساوش انا خليت لكم الرابط في التعليقات, تخطو على الرابط اللي مكتوب بالازرق وتخرج لكم اسمه يخرج لكم الفيديو. واذا شي واحد ما عرفش غادي يدخل اليوتيوب, غيدخل اليوتيوب ويكتب تعليم اللغه العربيه مع ابراهيم, تعليم اللغه العربيه مع ابراهيم, غادي يخرج له الفيديو ديالي. عندي راني بديت جوج ديال الفيديوهات, ان خارت ويدير تعليق جزاكم الله. إذن إخواني أخواتي أتمنى تلاقوا غدا إن شاء الله بحول الله, دمتم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.